الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على وجوب صيانة الأعراض والأديان عن كل ما يكدر صفوها، فأي شيء إذا فعلته اتهم الناس عرضك فإياك أن تفعله، وأي شيء إذا فعلته اتهم الناس دينك فإياك أن تفعله. فكلما سعيت جاهدا في استبراء دينك وعرضك من كل تهمة ومن كل خلل فأنت عبد صالح مخبت لله عز وجل.